malnutrition diseases. أمراض سوء التغذية يشير إلى قصور أو اختلالات في استهلاك الشخص للطاقة والمغذيات، مثل الهزال والتقزم ونقص الوزن ونقص الفيتامينات والمعادن والسمنة. أمراض سوء التغذية عند الأطفال من خلال مؤشرات التقزم والهزال وزيادة الوزن ونقصانه، وأيضا عوامل تعرض الأطفال لسوء التغذية عدم احتواء طعام الطفل على المواد الغذائية من فيتامينات ومعادن ومغذيات، معاناة الطفل من حساسية القمح أو ما يسمى بالداء البطني، معاناة الطفل من مشاكل في الأسنان وفقدان الشهية، وتعرض الطفل لإصابات خطيرة في الرأس. وهنالك مقاييس تستخدم للكشف عن سوء التغذية عند الأطفال: 1- التقزم وهو انخفاض كبير في الطول بالنسبة للعمر. 2- نقص الوزن وهو انخفاض كبير في الوزن بالنسبة للعمر. 3- الضمور انخفاض كبير في الوزن بالنسبة للطول. من الأمراض التي ممكن أن يتعرض لها الطفل بسبب سوء التغذية: 1- الكواشكور هو نقص أساسي في البروتين ويظهر لدى الأطفال في جيل الرضاعة وحتى جيل 3 سنوات، وعادة يكون سبب توقف الأم عن الرضاعة وانتقالها لحمية غذائية فقيرة في البروتين. وأيضا الضمور هو مرض يتميز بضعف عضلي وضمور، يعتبر ضمور العضلات خطير يصيب الكبار والصغار، وقد يؤدي إلى وفاة المصابين به بسبب اعتلال عضلة القلب ويصيب خلل كامل جميع عضلات الجسم، وله 65 نوع. النوع الثالث وهو التقزم، يعاني 165 مليون طفل دون سن 5 من التقزم أو ما يعرف في قصر الطول بالنسبة للعمر، يحدث في أول عامين من عمر الطفل. المراسموس هو شكل من أشكال سوء التغذية الحادة، ويمكن أن يصيب أي شخص لديه سوء التغذية شديدة، ولكن عادة ما يحدث لدى الأطفال وهو من الأمراض التي تهدد الحياة. وأيضا لدينا تغذية المراهقين. اضطرابات التغذية لدى المراهقين يمكن تقسيمها إلى نوعين: مرض البوليميا، مرض شائع يصيب المراهقين بشكل رئيسي لدى الفتيات 1.6% والذكور 0.5%. وأيضا خلال الإصابة يمكن ملاحظة عدة تصرفات ترافق المرض: يتناول المريض كميات كبيرة من الطعام خلال فترة قصيرة، ثم يحاول إخراج كل ما في جوفه عن طريق اللقياء والمسهلات ومدرات البول. وتشير الأبحاث وجود ارتباط البوليميا وجود خلل هرمون السيترونين المسؤول عن الشهية والحالة المزاجية. يقوم عادة المرضى البوليميا بقياس وزنهم عدة مرات في اليوم، وعادة يقوم المصاب بهذا المرض بتحضير وجبات شهية للآخرين، ويرتدي عادة ملابس سميكة أو مؤلفة من عدة طبقات. والاضطراب الثاني لدى المراهقين وهو مرض الأونيريكسيا، وهو السعي للنحافة الزائدة مع الخوف الشديد من البدانة، يصيب الإناث 9% ويصيب الذكور 3%، حيث يستمر بالحميات القاسية والتمارين الرياضية المجهدة بالرغم من خسارتهم المستمرة للوزن. وأيضا تغذية الحامل. أهمية تغذية المرأة الحامل في كونها المصدر الوحيد لتغذية الجنين، فما هي قواعد التغذية المثالية؟ أيضا دور السعرات الحرارية في تغذية المرأة الحامل، إنتاج أنسجة جديدة للجنين والأم، التمثيل الغذائي الجديد الذي تتطلبه الأنسجة الجديدة، والحاجة المتزايدة إلى الطاقة المطلوبة لتحريك كتلة الجسم الإضافية أثناء النشاط البدني، لأن كتلة جسم الحامل تزداد بنسبة 20%، فإن الأنشطة القوية تحتاج طاقة إضافية بنسبة 20%. أيضا دور البروتينات في تغذية المرأة الحامل، هي أحد أهم المواد الغذائية المهمة للحامل، لأنها تقدم عنصر النمو اللازم لأنسجة الجسم والطفل النامي والمشيمة، وتزيد في حجم دم الأم والسائل المحيط للطفل. يوصى بتناول 3 إلى 4 وجبات بروتينية، ومن مصادر جيدة للبروتين مثل اللحوم والبيض والبقوليات، والأسماك مصدر بروتيني ولكن يحتوي على الزئبق الذي يضر الجهاز العصبي للجنين، لذلك يفضل تقليله.
وأيضا قد تؤثر نقص المغذيات الدقيقة أثناء الحمل سلبا على الطفل، مثل نقص النيون يسبب تشوهات خلقية ومنها خلل في الدماغ وشلل نصفي، ومن الممكن يزيد خطر وفيات الرضع. انخفاض مستويات الزنك يمكن أن يسبب تأخر نمو الجنين وتشوهات خلقية، ونقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى الكساح. أيضا نقص حمض الفوليك يسبب عيوب في الأنبوب العصبي، ويسبب نقص الكالسيوم إلى ضعف نمو الهيكل العظمي للجنين. إذا انخفضت مستويات الحديد في جسم الأم يسبب تأخر نمو الجنين. وأيضا مرض البلاجرا يحدث نتيجة نقص فيتامين بي أو حمض النيكونيتيك. تغذية المسنين تتميز مرحلة تقدم العمر بتغيرات فسيولوجية يصحبها فقد في بعض الخلايا ونقص كفاءة عمل بعض أعضاء الجسم. من أسباب سوء التغذية عند المسنين انعدام الشهية وبطء الأكل والاكتئاب، تناول كميات قليلة من الطعام في الوجبات، وجود صعوبة بالمضغ والبلع، فقدان حاسة الشم والتذوق. وأيضا التغيرات التي تحدث مع تقدم السن، تنخفض نسبة الأنسجة العضلية فيحدث فقدان في حوالي 5% من حجم العضلات، بينما تزيد الأنسجة الدهنية وتحدث التغيرات الفسيولوجية، ومن أهمها نقص إفراز الغدد المعوية، انخفاض كثير من تركيز الهرمونات، فقدان الأسنان، وقلة المتناول من الحليب، نقص فيتامين د، وعدم التعرض لأشعة الشمس.